الموضوع الرابع، النمو السكاني والعوامل المؤثرة فيه. المحاضرة السادسة، النمو السكاني بدول حوض النيل. الأهداف: معرفة معدلات نمو السكان بدول حوض النيل وتحديد السنوات اللازمة لتضاعف السكان بدول حوض النيل وتمييز دول الحوض وفقا لمؤشرات التنمية البشرية. النمو السكاني بدول حوض النيل: هناك اهتمام متزايد بدراسة تأثير معدل النمو السكاني السريع على التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولحماية الرفاهية للسكان في دول حوض النيل، وتمثل الزيادة الطبيعية السبب الرئيسي لنمو السكان بدول حوض النيل، فقد وضعت قيود على الهجرة في معظم دول الحوض، حيث أنها جميعها طاردة للسكان باستثناء رواندا وإريتريا والسودان، والتي اكتسبت جزءا من الهجرة الدولية إما للعمل في المشروعات الاستثمارية كما هو الحال في السودان، أو هي هجرة عائدة كما هي في حالات جنوب السودان وإريتريا وبوروندي. معدل النمو السنوي للسكان بدول الحوض بالفترة من 2010 حتى 2015، ومنه يتضح أن معدل النمو السنوي للسكان بدول الحوض اللي هو 2.72% سنويا يتسم بالارتفاع عن المعدل سواء بأفريقيا اللي هي 2.55% سنويا، أو بالعالم اللي هو 1.18% سنويا. وحققت دول تنزانيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان معدل نمو سنوي أعلى من متوسط معدل النمو في دول الحوض وفي أفريقيا. ويعود اختلاف العوامل المؤثرة في النمو السكاني من دولة إلى أخرى إلى التباين في استخدام وسائل تنظيم الأسرة مع اختلاف وعي ومستوى تعليم المرأة، إضافة إلى تباين مؤشر متوسط الزواج الأول وأثره على خصوبة المرأة من مجتمع لآخر. السنوات اللازمة لتضاعف السكان بدول حوض النيل، وهو يعني عدد السنوات التي تلزم سكان منطقة ما كي يتضاعف عددهم الحالي على أساس المعدل الراهن للنمو السكاني. وعلى الرغم من التغير الدائم لمعدلات النمو، إلا أن هذه الطريقة تقدم صورة لمدى سرعة نمو السكان في الوقت الحاضر، وتساعد في عمليات التخطيط المستقبلي لكل قطر على حدة ولدول الحوض بشكل عام، وتحسب بقسمة رقم 70 على معدل النمو معبرا عنه بنسبة مئوية. وتشير التوقعات إلى أن سكان دول الحوض سوف يتضاعفون بعد 25.7 عام، أي في عام 2041. وبدراسة بيانات الجدول 9 يمكن تقسيم دول الحوض حسب عدد السنوات اللازمة لتضاعف السكان إلى 3 فئات. الأولى ستتضاعف في أقل من 25 سنة وتضم دول جنوب السودان وإريتريا وأوغندا وبوروندي والكونغو وإثيوبيا، والثانية ما بين 25 سنة وأقل من 30 سنة وتضم تنزانيا والسودان وكينيا، والثالثة ستتضاعف بعد أكثر من 30 عام وهي رواندا ومصر.